متابعين الايف مع واتس كوكينج ودارا الكنش، اليوم محضرت لنا وصفه باستا مع الخضره المنوعه، رح نشوف كيف رح نحضرها سوا. هاي نورا، كيفك دارا اليوم؟ مثل ما سبق وخبرنا المشاهدين انه وصفتنا اليوم سهله وسريعه، لكل مين بعد ما عارف شو بده يطبخ ما له غير هيك يوكبنا. شو معموله وصفتنا؟ اليوم بدي اعمل الصلصه البيضاء العاديه، بدي قلي شويه من الثوم والسبانخ، اكيد اليوم عم بحكي على معكرونه يلي بدي اسلقها، وبدي اجيب شويه من الخضره. شو ما عندي خضره، كوسه، باذنجان، قرنبيط، بروكولي، بدي اضيف لهم رشه من الملح، شويه من البهارات يلي عندي اياها بالبيت، شويه من زيت الزيتون، وبدي اشويهم بقلب الفرن. يعني نكهه الفرن، نكهه الفرن غير مثل ما كل مره بنقول. هلا اول شيء بدي اقول حيلا نوع من المعكرونه، سباجيتي، بني، شو ما عندي بالبيت صفق في اشتغلها. شو بدي اعمل؟ بدي اسلق المعكرونه. اليوم انا عم بحكي على فريش باستا. بدي ارجع انتقل لحبيت اليوم اشتغل بالكوسه. ليكي صراحه لورا نبشت على ارخص شيء اليوم. ما بقى في شيء رخيص. لقيت الكوسه، ما في شيء رخيص. لقيت الباذنجان ولقيت الفليفله، هن ارخص من البروكولي ومن كل شيء، بقى مش هيك حبيت اشتغل بالخضره، مش بس لانه رخيص، لانه وموسمهم هلا بيتلاقوا بكثره وقصيناهم بالطول. لكن جبنا كوسه ما قشرتهم، ما حطينا زيت او شيء بالصينيه. هلا لا بدي احط عليهم الزيت. أوكي. وفليفله، حتى عجبت الفليفله الخضراء لان الفليفله الملونه يوم نهار الاقتصاد. قبل شو بدي اعمل؟ بدي احط كل شيء عندي بالبيت من اعشاب، يعني زعتر، ما عندي غير زعتر المنقوشه حط، ما عندي غير سماق حط، عندي اوريجانو، حبق، اير دو بروفانس، شو ما عندي بدي هي الباستا بالبقله والخضره اللي مستعملينها كمان بالبقله، رومارين، شو ما عندي في اكتفي. حتى هيك خليني هونها اكثر للمشاهدين، في اكتفي لورا بشويه من السماق والزعتر، عم نحكي الزعتر تبع المنقوشه. هيدا شو؟ هيدا اوريجانو. صح، حطينا اوريجانو، بازيليك، رومارين، اير دو بروفانس. شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيف شويه من زيت الزيتون. حميت الفرن، بدي ادخلهم على الفرن، بس قبل ما ادخلهم على الفرن لورا بدي البس الفوق وبدي اخلطهم ليشبعوا. يعني حتى توماط سيريز كثير قصص بتلبق. صح، كثير انا اتخيل شو القشه اللي بتحبها. شو ما عندنا اذا عندي بالبيت قرنبيط، اذا عندي شو ما عندي بالبيت، زعتر زباع كمان، زعتر زباع. صح، خليني اقول للمشاهدين انه انا فيي انقع هالمزيج، يعني انا بنقع الكوسه والفليفله والباذنجان، القرنبيط، البروكولي، الجزر، شو ما كان، بنقعهم بمزيج اللي اشتغلناه هلا. بس بصير بدي ارجع زيد زيت كل شوي او قبل ما ادخل، مش ضروري ابدا، مش ضروري بنقعهم. ومثل ما هن، مثل ما اوقات ورا بنشوي خضره بلا زيت، انا بالبيت بشوي اوقات خضره ما بحط ولا زيت ولا شيء، مش ضروري. يعني كل شيء في عنا اعشاب او بهارات من المستحسن انه ننقعهم، ليه؟ لانه بيشرب الكوسه والباذنجان والفليفله اكثر. هلا انا اليوم على بالي اشويهم بقلب الفرن، بس بدي اقول للمشاهدين اذا ما بدي اشويهم في اكيد لوحهم على نار. وبرجع بذكر انه حيلا نوع من الخضره، شو ما عندي، اذا بقي عندي اثنين جزر، شقفه قرنبيط، ارديشوكه، يعني فينا نعمل المزيج كمان بيطلع طيب. لكن حطينا الخضرة، بدنا نجيب الزيت لهون. هلا شو؟ هلا بدي اعمل الصلصة البيضاء يلي هي الصلصة البيضاء العادية. دقيقتين بدي اشيل المعكرونة. الفريش باستا بتاخد وقت اقل. اقل، صح. اما بالنسبه للصوص بلانش، اكيد اللي بيواكبونا حفظوا، اليوم عم بحكي قد الزبده، قد الطحين، قد الحليب سائل، بس على طول بقول انه تيطلع لنا صلصه بيضاء طيبه بدنا نحط بهار ابيض، بدنا نحط جوزة الطيب يلي بيعطي نكهه كثير طيبه. هلا
لكن هلا نحن عم نشتغل الصلصة البيضاء. بلش بالزبدة والطحين. صح، قد الزبدة قد الطحين. فينا نحط لها نص زيت نص زبدة، كمان فينا نشتغلها ما بيأثر. أو إذا الزبدة لايت فينا كمان. قلت فري ما هيك؟ إيه، بس إنه إذا بدي آكل شيء طيب بنسى اللايت أنا. يعني بدل ما اشتغل زبده لايت، طحين اسمر، حليب مثلا قليل الدسم، باكل سقفه اصغر، يعني بدل ما احط سقفه كبيره. بتفكري مثلي؟ ايه، لانه هلا اذا مضطرين اكيد اللي قادر يعمل لايت، اللي قادر يعمل دايت. لكن خلينا نرجع نذكر انه جبنا الخضره، حيلا نوع من الخضره يلي عندي اياها بالبيت، حطيت لها شوية من زيت الزيتون، شوية من الأعشاب أو الزعتر المنقوشة مع السماء، شوية من زيت الزيتون ودخلتهم على الفرن. هلأ عم بسلق المعكرونة، حيلا نوع من المعكرونة اللي عندي إياه بالبيت يلي بدي صفيه، وعم بشتغل بالصلصة البيضة العادية. شو بضل عندي؟ بضل عندي جيب مقلية حط فيها شوية من زيت الزيتون مع الزبدة، لوح الثوم والسبانخ. شو بدي اعمل؟ بدي امزج السبانخ على الصلصه البيضاء والمعكرونه، وبدي غطي وصفتي بالخضره يلي شويتها بقلب الفرن. ما فيها ولا نوع من انواع الجبنه هيدا؟ بلا، بدنا نحط فتة، لكن سينا بدنا نحط فتة بقلبها، بقلب الصوص بلانش. هلا بتقولي لي اليوم ما بدي احط جبنه، فيها ما احط جبنه، يعني في اشتغل عليها. حتى فينا نعملها صينيه باستا ونحط الجبنه على وجهها. صح، في اعملها جراتان، ارجع حطها بصينيه مثل ما قلتي لورا، غطيها بجبنه الموتزاريلا والجريير او حيلا نوع من جبنه ودخلها على الفرن، كمان بتطلع طيبه. انا اليوم بدي احط الفته بقلبها. رح شيل المعكرونه. وعندنا هون الزبده بلشت تذوب، تنحط فوق الطحين. طحين. لكن الصوص بلانش العاديه مش زايدين عليها شيء زياده عن العادي ابدا ولا شيء. ليه؟ لانه هلا بدي امزج مع المزيج السبانخ اللي بدي اشتغل. لكن حطينا زبده، حطينا طحين، حركنا. بدي ارجع قلي الثوم مع السبانخ. يوم حبيت ضيف لها جبنه الفته، بس برجع بذكر بقول في ما حد جبنه. بتلبق الفتة معه، بتلبق الفتة حتى أكيد. البلغارة، جبنة البلغارة شو ما عندي أنا، بحب الفتة، البلغارة، العكاوي، بحبهم بالطبخ، يعطوا هيك نكهة طيبة. هلأ عم ضيف الحليب شوي شوي. مثل ما كل مره بنقول الصلصه البيضاء بدنا نروح ونجي ونحرك. نحن باي طريقه رح نقدم اليوم الطبق تبعنا؟ ما رح احطهم بصينيه، رح احطهم دغري صبوا مخلوطين مع بعضهم. بدي امزج الصلصه البيضاء مع السبانخ يلي هلا بدي اقليهم مع المعكرونه يلي سلقتهم، وبدي غطي وصفتي بالخضره يلي شويناها. هلا اول ما تاخذ بعضها رح بلش قلي السبانخ والثوم. بدنا نشتغلها على نار خفيفة، بدنا نروح ونجي ونحرك مثل ما كل مرة بنقول. كرمال الطحين يدوب يفتفت وتكمش مع بعضها كلها. أهم شيء بالصوص بلانش هي بهار الأبيض وجوز الطيب يلي بدها تعطي نكهة طيبة. أنا رح بلش بالثوم والزيت. يلا ومنحرك ال صوص ان باراليل. وبالفرن مع بدون شوي، بعد بدون ما بياخذوا كثير وقت الكوسه والباذنجان، ما بدون كثير لا، بس اذا نقعناهم اكيد اطيب. رح احط زبده، رح احط زيت. وبلش قلي ثوم. مكترة توم انت اليوم.
بهار الثوم اليوم مش البصل. رح تشقفي من الزبدة لأنه أطيب. بالزبدة رح نقلب. بالزبدة والزيت مع بعض. يلا قربت تخلص صوص بلانش، ما في غير نحط لها البهارات. بدي قلي الثوم والسبانخ. نرجع نحطهم بقلب الصوص، نخلطهم كلهم مع بعض. مع الجبنة وغطي وصفتي بالخضرة. هو السر بالصوص. صح، كثير مهمة الصوص بلانش، ضلني أقول أنا إنه الصوص بلانش لتطلع طيبة، كثير مهمة إنه نضيف لها بهار أبيض وجوزة الطيب. هي أطيب صوص وأهين صوص بنفس الوقت. يلا خلصت. والزبدة والزيت، رح حط الثوم. شدت الصوص. تبع شوي. شحلت. ولا دقيقتين رح طفي، رح حط ملح، بهار أبيض، جوزة الطيب. ما بيخلص الأفكار دلال، إيه؟ ايه يعني في ناس على طول بيعيدوا نفس الوصف، نفس الطبخات على طول لاولادهم، بس اوقات يمكن اذا تغيير صغير وبسيط بيعمل طبق جديد. صح. وفكره جديده. حطيت بهار ابيض، شويه من جوزة الطيب. دغري بتنكه، ما لازم يمكن نكتر. خلصت الصوص بلانش، تفيت تحتها. شو بدي اعمل؟ بدي قلي الثوم مع السبانخ، ضيف لهم شويه من البهارات وارجع اضيفهم كمان على الصلصه البيضاء. خلينا نشيل الطحين. هذه وصفه هيك سهله وسريعه وبتشبع، الاولاد بحبوها لانه معكروني. والخضره اللي فيها طيبه، نحن السبانخ جبناها المجلده. المجلده صح، بس فينا اذا جبناها الفريش بدنا نغسلها ودغري نحطها بال، يعني لو جبناها فريش بدنا دغري نفرمها ونحطها دغري نغسلها. صح. خلينا نحط السبانخ. ما في لزوم نسلقها قبل او شيء. اذا مجلده لا. لا اذا فريش قصدي. دغري. دغري، انا ما بسلق. بلشوا بالفرن. يلا دقيقتين بنشيلهم. خلصنا هون. لكن بس ياخذوا مع بعضهم ويتقلوا دغري بدنا نحطهم فوق الصوص. صح، هيدي وصفة سهلة وسريعة وبتشبع، يعني خرج ولاد، خرج والروايح طيبة. بلشت الروايح تطلع مع بعضها. الثوم كثير بيلبق للسبانخ والزبدة كثير بتلبق للثوم، يعني أنا إذا بدي قلي ثوم على طول بضيف ملعقة صغيرة من الزبدة مع الزيت، إذا بدي قلي فطر زيت شيء. الثوم والفطر من أكثر البرودكت يلي بيلبق لهم الزبدة، عشان نحط ملعقة بنحكي نص ملعقة. شوي شوي. بتعرفي أنا بعمل الثوم مع الكزبرة ومع الصوص بلانش بالباستا كمان عم تطلع كثير طيبة. أكيد. الكزبرة كثير بيلبق كمان. هلا هون رح نحط شوية من البهار الأبيض كمان. كمان بهار أبيض. أنا من يعطي شوي هيك نكهة حار. إيه أنت بتحبيه. يعطي هيك نكهة طيبة. شوية من الملح. إذا لاحظت اليوم وصفتنا بسيطة، يعني من حواضر البيت. حواضر البيت. هلا كل مرة بقول أنا اليوم ما عندي جبنه، ما بحط جبنه، ما عندي الاعشاب اللي استخدمتهم، بستبدلهم، كمان بتطلع وصفه طيبه. هلا شو بدي اعمل؟ بدي انزج السبانخ
من بعد ما شلنا الصوص عن النار بدنا نمزجها مع السبانخ. وبدنا نحط شويه من المعكرونه يلي بدي اجيبهم. هيدي هي مثل ما قلتي كمان لورا، انا هلا رح احط الفته بقلب الوصفه، بس في ما حطها بقلبها، في جيب جبنه موزاريلا، جروير، حيالله شيء، غطي الصينيه ودخلها على الفرن. انخلطت الروايح هلا، ما بقى في غير نطبق يعني. صح، جيب المعكرونه. حيالله نوع من المعكرونه. بدي اخلطها معهم، بدي اخلطها مع الصوص بلانش اللي بدي احط لها. خليني اكتفي هون. شو بدي اعمل؟ شو صار عندي هون؟ صار عندي صلصه بيضاء، صار عندي السبانخ المقلق مع شويه من الثوم، صار عندي المعكرونه اللي سلقته. شو بدي اعمل؟ بدي امزج السبانخ مع الصلصه البيضاء. اوكي. والجبنه كلها كمان بقلبها. اللي بحب كثير الكريب لورا، فينا انا هي بعملها وصفه، بعملها بعمل صوص بلانش مع سبانخ، بعمل كريب اوزيبينار اللي هي كمان كتير وصفه طيبه. طيبه كثير. بدنا نعملها شي مرة. يلا. من الوصفات الطيبة يلي بزيد لهم شوية من الفطر. بس يمكن لازم تكون ساعتها الصوص أسمك، ما هيك؟ صح. إذا بدنا نحطها بالكريب. بدي أحط الجبنة، اليوم حبيت أشتغل بجبنة الفتة. وبدي اختم بالمعكرونه. والخضره اللي بالفرن بدي نحطها عليها؟ فيها وصفتي، ارجع ادخلها، احط لها جبنه، ادخلها شوي على الفرن كمان لتتماسك. صح. هلا شو بدنا نعمل؟ شدت هلا الصوص. شدت صح. بس حطينا الجبنه. ايه لانه الجبنه بشدها. كثير مهم انه نمزجهم منيح ليتماسكوا. لنأكد انه السبانخ تماسكت مع الصلصه ككل، بدي امزج مع المعكرونه وبدي صب، بدي اقدمهم بطبق. حتى فيها تكون ها هي الوصفه يعني الصوص السبانخ، صوص بلانش على السبانخ مع المعكرونه اللي ما بحب يزيد الخضره صح. عليها. اوكي نحن خلينا نجيب شوكة ونمزجهم كمان. خلينا نجيب شوكة من هون. طبعا هن بدهم شوكة كبيرة تا يشربوا يلي بحب السبانخ بينبسط بهالوصفة. هلا الباستا رح تشرب الصوص صح، ورح ترجع كمان تجمد زيادة صح، فيمكن أفضل تنخلط دغري قبل التقديم دغري وقت الواحد بده ياكله. يلا هيدي هي شو عملت؟ مزجنا السبانخ والثوم مع الصلصه البيضاء، ما بدي انسى جبنه فتة. حطينا شوية من المعكرونة، هلا هيدي وصفة بعد تحمل معكرونة شوي زيادة بدنا نضيف، بدنا نرجع نقدمهم بالصحن. يعني هيك وصفة سهلة وسريعة، بس يمكن لازم يعني نشيل ربع الفرن الفرن كمان شهر اللي بالفرن قبل. يعني مبدئيا صارت جاهزة الوصفة. ايه هلا بنشيلهم، مع بعضهم شي دقيقة يعني. وبنحطهم على المعكرونة اللي صارت بس. لكن رح ناخذ بريك ومن بعدها بنشوف كيف طلع التقديم. شو حلو الصحن طلع. هاي كاتيا. هلو. هاي كاتيا. انت جيتي يعني على القد على الوقت.
كله جاهز عن جد. ايه بشهي كثير كثير حلو. عملنا هيك وصفة سهلة وسريعة كاتشا لكل هيك ست بيت عم تحضرنا اليوم بعد ما طبخت لأولادها، لأنه مثل ما كلنا بنعرف أسأل سؤال شو هو؟ شو بدي أطبخ اليوم؟ شو الطبخة؟ وأبين شيء شو المعكرونة؟ ما وقتها ما بقى تعرفي شو أنا رح بعمل أنا بعمل معكرونة يلا أكيد كثير طيب. هلا أهم شيء ريحة الأعشاب يلي طلعت من الفرن مع الخضرة. بدي اقول انه لو الاعشاب نقعناهم لمده نص ساعه او ساعه كانوا اكيد اطيب، مثل ما انا كل مره بقول اذا بدي اشتغل بالدجاج باللحمه بحيلا شيء بنقعهم لمده ساعه تيشرب شوي الاعشاب والبهارات بتصير طعمه غير شيء. يعني سباغيتي صوص بلانش بس في نكهه سبانخ والثوم. سبانخ والثوم وحطينا لهم الخضرة على وجههم كثير بتعمل فرق. الخضرة المشوية العادية يعني برجع بذكر بقول انه حيلا نوع من الخضرة يعني بتعرفي مثل ما كل مرة بنقعد عندك اثنين كوسة، اثنين باذنجان، اثنين جزر، فليفلة، شو بدك تعملي فيهم؟ بنعملهم صينية خضرة على الفرن وعلى المعكرونة. وعلى المعكرونة. بتعرفي حتى بتنعمل هيدي المعكرونة مثل ما هي مع هيدي الصوص مع جبنة على وجهها بالفرن وخلصت يعني حتى بلا الخضرة بتطلع كثير طيبة. أنا هيك وصفة سهلة وسريعة وبدها وقت كثير يعني. ثانك يو والألوان كمان كثير حلوة مع بعضها. ميرسي دلا أنا كثير بحب هيك أشوف الصحن مصفصف والألوان حلوة بقلبي. يلا ليش لا؟ ميرسي دلال، صحتين كاتيا. ثانك يو. مشاهدينا رح ناخذ وقفة ومن بعدها بنتابع باقي فقرات ألايف مع كاتيا.